شوفوا الدوزان، هذا البوط، هذا سطل فيه الكرشال الكبدات التقلية، هذا الميكافة الحوالة، هذا شيء الكيب، وهذا هو عبد الله السروال والبوط والماس راه هنا باش بينهم في الفيديو. هذا اليوم علاش هذا هو مول الحوالة؟ هذه المزرعة، المزرعة هي هذه، هنا ريوصة، كيف قال لكم الريوصة هنا الحوالة. هنا المزرعة، هذا الميريكاني كيبيع حواله الشيء، هو هذا حواله وبيبي، واحد الخنزير راهو ليه، وريهم الخنزير، خنزير حلوف، فهمتيني؟ حنا الحمد لله كنحبو الحلوف، هذو هما الغنم. وهذه هي البلاصة فين ذبحتو؟ هذه هي البلاصة فين ذبحنا. هذوك السطول الزرقين ديالها شنو؟ السطول الزرقين فيهم الماء، كنمضيو فيهم الماس، كنغسلو فيهم التقلية، الكبدة. أها. بس الحمد لله. وهاد الشجرة اش كديرو بها؟ الشجرة كنعلقو فيها الريوصة، كيبان لك الريوصة ديال الحوالة. تما فين علقتو الحوالة؟ والدنيا كانت عامره ما شاء الله فاش يلا جينا راه وري الناس ليه الناس يلا غاديين يلا غاديين صافي هادو اخر طوموبيلات وحنايا حنا غادي في الطوموبيل وصافي هادشي اللي كاين وهادشي اللي كاين وتقبل الله منا ومنكم الطبيعه شتي ما شاء الله كبير شوف خلا شحال ورينا الطبيعه انت كتشوف اخويا الطبيعه هاي الحمد لله ارض الله ما شاء الله خيرات هذه كبيره خيرات دابا هادشي كله تلقاه شاريه ب 20 دولار ولا شحال شوفوا البهايم تا هما قول وكي داير الجو بان ليا بحال الضبابة ياك ما كاين البرد هنا شوف الحمد لله يلا بوسطون كنا كنبحو في هاد العام كان الثلج ما كنتيش كتقدر تطلع دابا شوف يعني نوفمبر والجو زوين الحمد لله جو جميل كاينش البرد ما كاينش البرد الحمد لله ما كاينش البرد هذاك ما دايرش الذبيحة دابا هذاك وسطاني عنده 3 غرام سبحان الله سبحان الله ربي هذا هادشي اللي كاين اللهم لك نديرو شطويل باش نحطو في ان شاء الله يلا صدق يلا السلام عليكم السلام عليكم سال الشو دي السلام عليكم السلام عليكم